مناسبات دان ويسو جرتي سودو وين إيا هاري مشارفين أيا وزيرك وزارة داريمه قدها سومالي لان وحاو كوما موساي قدوميها عصوبة قلاها وكلا دا بروفيسر ياسين حاجي محمود حير فراتون وحانا كاقيب قلي مسوليين كلا دوان وكاتر سنحو كوما دا حلبانا دا قلاها وكلا دا سومالي لان يسود وكلا هلبا دا قدومي كوحيقين قلاها وكلا دا مودان إيا مسوليين كلا دوان وحانا قرانا قاسيكا اللي وزيرك وزارة داريمه قدها سومالي لان مدري محمد كاهن أحمد وزيرك وزارة دا ورفافينتا دكتر سلمان يوسف علي كوري وزيرك وزارة دا حيريكا قلياش ياريمه الدستورك محمد حاج آذن علمي وحني سود ويين قدوميها عصب يقو أو كتل مامي روك عداس ياسداد أو مركز الدوري كالي وين كاقادان دونا نبادين تا قبال كسول سيدو قلي وزيرك وزارة دا ورفافينتو وحا أو كتشو أبي هادا لكسو يريح اللبان عسوغي أو كمبدا مدانياشا قلها وكلابا إن قوله إن بارمان كشالي تاي موچيين مسؤوليات بسيل سياسداد البحنمو إلى أن شروع الدلك إيه كوباد شرعي سبعين الدلك أيهين ما دام مناسبة ده سأل لي الله وكرا إنن أيان أنا جو سمي ما أنت حفلة دنينا إن سوون بعدنا ما مشكلة السواء كوباد خضر محمد بن سينا يا قدوم يا محان كود هذا قلها نوان هم بريينا يا وحن كلو عادو هم بلينا يا شو قدوم كي شليت قلها فنديي سيدي مسؤولية لهايد يد جناشها لهايد أي هو جامين ين محن كده هداية قلها مسؤولية ده قلها إنه ما أنت شلته وسميه وحن شعل لهاي إنه إنه هلك كسي وغضنه وحن إنه كلو بحنا السياسة ده جب جد ما وحويه إن أركتيك للدوان لا كلو لا كلا قبوا سي مسؤولية دكوب ده أنت هاي ناي نمحان كودا هداي مر والمر او قد فدنو ونا كفتنو اي نونا او بربارنو وين سو بربارنه وي كموقتا ماركا شليتو بربارنتي ديموقراطيه دينا هي مسؤوليه دينا شليتو غولهن كم اي امحان كودا هداي ان اي كموقتي لما كان لا يراد امريكانكا بعد ما قوميات فرابدان او دوريدن كا قحاي اي مليهين أي واحد إلى هذان، إنك سوء كلا دوانا شاي نلّا النهاية، حتى أنا واحد نكمل ذي سنة قد يدنا يقرن مدينا، وحي لا تعرفين إنه كلا لا النهاية قرن مدينا نكمل ذي سنة هاي، شايت قرن مدينا نبى موجسين، محمد مدبان ليه هاي، نين للي يرى، ودرجة سوء قاري إنت سمال الله سياسة كتشري، أنتو ترتمي. وقدومي بارلمانو ترتمي ودا ذا وهدنا شان إيا صدن حلبان حراي وقول سياسة ذات وأنين دا ذا ذي هرو قاري حالكا وحيكا برامتا إنا دسو ديكتو حالكا كو هايسو وكو رغسي سعوتان رجينينا وحاد كامتا هيو قامي ياشا دالكا مانت لحصوصا دونو لكن إن كنت إنجريسو وأد قبت هذا دكتور وأد أضيف نقطة لجاك بهاي أبتي وأنا قبعة إن كم من نقطة تذكر سياسة السومالي لأن هذا كسر تن ما دام أد كرسي قاوتر تن تاي وأد رجس رجالي وأنا كلامي سأقول ليس هو هم بليين يا وأنا كده عن علي حامد ومدوه قامين ايهي ترتك قايبتا مركي دنبنا وايهاي وقتك انتو قيب ايهي حالكا كوچو سيهي او قرتاي ماشو كوچو چين لها كان بينك اني حالكا تخي ايه ده قد ايهدو واقون ديرا ده ايه ونك ايه انو نيكو سياسة ده قيب ايهو ما كوكو ليسان ساميسا كوكو ليسان ميسا إنه قابته ذا استعجيز قلده وعجرشوي هجامين على حامدنا آذ بروجها مليانين وحن كلمات يركا أورانيا حلبان عسوي وشلي دورشة ذك بعد هذي وكرني جاي لبدي جروب عدل كان أما لبدي كتر تمي إنه كده قال لما يين فكر الله سبحانه
oo qolana tahay in la saano xog lagu qabto oo lagu dagaalamo qolana tahay si nabada in dadka lagu soo celiyo haga ragi u kaambeyn gareynaya yasiin baan anuu kamida kuma jirto fikirkayaga kaambeyn baarka galeedahayna ma jirto in dadka soomaalilan ee ku nool gobolka sool xoog lagu qabto oo lagu dagaalamo oo aan waxba la weydiin waxaanu rabnaa aniga oo afhayeenkii xukuumadda ah waxaan ku baaqay nabad in ka badan 7 jeer ebel xabad joojin madaxweynuhu wuxuu ku baaqay intaasoo jeer golaha wasiirada wuxuu ku baaqeen intaasoo jeer gobolka sool nabad ayaanu ku rabnaa in aanu lagu wada hadlo oo la isugu yimaado oo laga wada hadlo wixii lagu kala duwan yahay meel ay noogu qoran tahay siduu casoowe u sheegay ma jirto casoowana waxaan leeyahay war haddii aad qarasnimada u baahan tahay waxaan kale oo runtii hambalyeynayaa guddoonkii shalay inoo dhacay oo ahaa anoo uga mahad celinaya dhammaanba 28-ka xubnood ee golaha wakiilada tartan hufan oo xalaal ah oo waxa weeyaan raggii laga helayna si gobonnimo ah oo qarannimo ah ayuu xaliyeeyeen xildhibaan axmed khaliif iyo xildhibaan maxamed khadar daahir ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay runtii doorashadii shalay dhacday aniga dareen ahaan waxba iga yara bedeshay oo waxaan isiri markii aan arkay la kala guuleystay ee raggii is wada dhunkaday ee madaxa la iska dhunkaday ayaa waxaan isiri haddii sidan bal isu dhunkanayo maxamed korotol la isu jafayaa run ahaantii kulankani waa kulan uun aan u fahmay islaab xaarasho saaxiibadii golaha ee shalay toole gacantooda ku kala duwanaa ku kala aragti duwanaa oo maantuun halkan isugu yimaaday inay maantana inay laabtoodu isku furan tahay istusaan taa waa idinla qabnaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ah siciid mire faarax giire iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golahaasi cali xaamud jibriil ayaa iyaguna sheegay inay soo dhoweynayaan gudoomiyaha golaha wakiilada hadmaqaya oo soona dhoweynaya gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada mudane yaasiin maxamuud xiir faratoon gudoomiye wax leenahay soo dhowow gudoomiye oo mudane ugu daada weyn la golaha khibrad badan iyo aqoon badan buu leeyahay mana waxna ballan qaadayna inaanu la shaqayno waxaan si sharaf leh ula hadlayaa in wixii tartankii shalay dhammaaday oo halkaasi aynu rag saaxiibaa wada nahay oo walaalaa oo meel ku wadano oo qarankana taladiisii ay noo taalo sidaanu himiladiisa rofesor yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoor gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somaliland ayaa sheegay inuu golaha ku hagi doono odaytinimo waayeeltinimo iyo sidoo kale waxaan idiin sheegayaa mudanayaal anigu sida aan walaaladan ku soo diray inaan ku talagalsanahay inaan golaha u noqdo oday aabe oo kale isku daya inuu hogaamiyo golaha wixii xinif iyo ay reebtay maxaayto doorashadii ama siyaasaduba inagu reebto ama inaynu meesha ka saarro oo aynu golaha ku hogaamino inuu danta qaranka ka shaqeeyo iyo wixii loogu talo sida loogu talo cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici madaxweyne ku-xigeenka somalilan ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaana ku dardaarayaa inay maanta odaygaas soo dhoweeyaan dantii qaranka iyo xilkii qaran ka saarnaa ee kitaab gacantoo saareenna iyagoo iska dhaafaya isku waxaysi saaxiibnimo xisbinimo qabiil intaaba meel iska dhigaya oo ku xisaabtamaya danta qarankan ee loo dhaariyey loo doortay inay kula shaqeeyaan gudoomiyaha ayaan ku dardaarayaa golaha wakiilada dhammaantood